السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسم السيدة رئيس الاتحاد الأفريقي السيدة بشرى حجيج، السادة الأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي، يسعدني كل السعادة أن أتقدم بجزيل الشكر والمباركة للنادي الأهلي المصري والاتحاد المصري لكرة الطائرة على استضافتهم هذه البطولة المميزة المؤهلة والتي تجمع الشباب الأفريقي من كل صوب تحت راية واحدة، وهي المحبة والسلام والتنافس الرياضي. كل الشكر لكل الإخوة العاملين من اللجان والفرق المشاركة على هذا التميز وعلى هذه السماحة في هذه المشاركة في أرض الكنانة. كل الشكر والتقدير.